مزيد أيضا حول هذا الخبر ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي. يعني أولا ما الذي يمثله مقتل ماهر العقال الملقب أبو البراء؟ نعم مساء الخير. دعينا نذكر بأن ماهر العقال أو العقال هو من منطقة طل أبيض، وهو كان سابقا أمني في تنظيم الدولة الإسلامية. هو ابن عم أو شقيق والي الرقة الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية قبل عامين في مدينة الباب، أي مناطق السيطرة التركية، ليأتي مقتل ماهر العقال اليوم وما يعرف بوالي الشام في هذا الاستهداف الأمريكي، والذي كان لا يحمل بطاقة مزورة، يحمل بطاقة هي مزورة الاسم، اسم غير حقيقي، ولكن هي بطاقة نظامية يعني جرى استخراجها من قبل الحكومة الوطنية أو الحكومة المؤقتة السورية المعارضة، وهو كان ضمن صفوف أحرار الشرقية التي صنف بعض قادتها كمنظمة كأرهابيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يوجد الكثير من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ضمن أحرار الشرقية، لكن دعنا نعود إلى ماهر العقال. هو مقتله يعني يشكل ضربة للتنظيم، لأنه كان مسؤول عن التنسيق ما بين التنظيم في ولاية الشام وخارج الولاية وتحديدا تركيا، من أجل استجرار المال لاستمرار عمليات التنظيم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة النظام، وهو كان في مأمن بتلك المنطقة. ودعيني أقول لك، ولدينا معلومات مؤكدة بأن هناك أعداد كبيرة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وتحديدا من مناطق السيطرة التركية الآن في رأس العين وطل أبيض ومناطق خارجها في محافظة دير الزور، هم ضمن صفوف الجيش الوطني ويعيشون في أمان في تلك المنطقة. لن يكون ماهر العقال الأخير، لكن هو ضمن سلسلة استهدافات سوف تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف قيادات وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعيشون في أمان بهذه نعم. المنطقة. طيب أستاذ رامي، أنت تقول أن يعني العديد منهم يعيشون بأمان كما تصف في هذه المنطقة بعد هذه الضرب الموجعة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وقتلت على إثرها ماهر العقال، لأين تعتقد أن الأمر سوف يمضي؟ هل هي عملية إعادة للتموضع أو تمركز بالنسبة لهم؟ هل ستنشط هذه الجماعات على نحو مفاجئ؟ ما المتوقع بعد اغتيال العقال؟ نعم هم يعني لن يكون لديهم منطقة آمنة سوى مناطق السيطرة التركية في الأراضي السورية، هذا قول واحد يعني، لكن هل سينشطون من أجل يعني استهداف القوات الأمريكية في الأراضي السورية؟ هم بالنظر إلى النقطة الأولى فإن الخيارات ليست كثيرة، هي محصورة. نعم بشكل قطعي، هم يعني خلايا التنظيم في دير الزور تحاول استهداف القوات الأمريكية، هل تنجح؟ في غالب الأحيان وفي معظم الأحيان لا تنجح، ولكن هي تنجح باستهداف قوات سوريا الديمقراطية. في المقلب الآخر في البادية السورية هي تنجح وتصاعد من هجماتها ضد قوات النظام، ضد ميليشيات إيران في تلك البادية السورية. لكن بالنسبة سينتهي التنظيم بعد يعني مقتل ماهر العقال، لا أعتقد، لأن التنظيم لم يعد يعمل بشكل القيادة، ومن ثم العناصر يأتمرون بالقيادة، هم يعملون كخلايا تنفذ يعني فكرة التنظيم. وخير دليل على ذلك الاغتيالات المستمرة في مخيم الهول. نعم. طيب بالنسبة مثلا إلى أن كان من ضمن المهام التي يقوم بها العقال هي استجلاب الأموال ربما من المناطق القريبة، فهل يعني ذلك أن تجفيف لموارد التمويل الخاصة لهم قد يتم في هذه المرحلة المقبلة؟ بشكل مؤقت نعم، ولكن بشكل دائم لا. بشكل مؤقت سيكون هناك ارتباك في قيادات التنظيم من أجل استجرار الأموال، ولكن لاحقا سوف تستمر هذه العملية. وإذا عدنا بالذاكرة، نحن نشرنا سابقا بأن يعني كمية كبيرة من الذهب الذي كان تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية هو نقل إلى الأراضي التركية. شكرا لك ضيفي رامي عبد الرحمن رئيس المركز الخاص بحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة.